علم العموم، فرج المسلمين صلاة البيت أجمعين سورة الفاتحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف للشيخ العلم الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين، إلا أن قال: فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة أشياء: الأول النية، وهي إما النية رفع الحدث أو طهارة للصلاة أو الوضوء، وتكون هذه النية عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلى باطن اللحية الكثيفة إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعد شعرة. الخامس غسل رجليه مع الكعبين. السادس الترتيب هكذا وسنانه. هذا معنى أن في الدرس الماضي أن فروض الوضوء كلها مأخوذة من القرآن، الأربعة بنص القرآن والاثنان بنص السنة، بل قلنا أن الترتيب مأخوذ من القرآن بدليل وضع ممسوح بين مغسولات، وعادة العرب أن يتكلم عن الجنس الواحد ثم إذا انتقل أنها يتكلم، فلماذا طرح مسح الرأس بين مغسولات؟ دليل على وجوب الترتيب. هكذا استنبط العلماء، فقال فروض الوضوء أي أركان الوضوء، مراد بالفرض هنا الركن، أي أنه جزء من الماهية، لا تتحقق ماهية الوضوء إلا به. نعم، لكن عبر بالفروض لأنه يجوز تفرقة الوضوء. لو أنت مثال بتغسل وجهك في بسروان وبتغسل يديك في سربية، يمكن يصح يلا، لكن الصلاة لا، عبر بالأركان لأن ما يمكن تجزئتها، ما يمكن تركع في هذا المسجد والسجود في المسجد الثاني، صح؟ لهذا عبر بالأركان، وأنا عبر بالفروض لأن ما يمكن تجزئتها. فقال الأول النية، النية تقدم معنى تعريفها، النية لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقدرا بفعله، أي نية الوضوء، إما نية رفع الحدث، نية رفع الحدث ويصرف لما هو عليك أصغر أو أكبر، أو نية رفع الحدث الأصغر أو نية رفع الأكبر، أو الطهارة للصلاة، ونوية الطهارة للصلاة، نوية الطهارة عن الحدث كذلك، نوية أداء فرض الوضوء يكفي كذلك، أو نوية أداء الوضوء يكفي، أو نية الوضوء فقط تجزي مع الكراهة، نية الوضوء فقط تجزي لكن مع الكراهة، خلاف نية أداء فرض الوضوء تجزي بلا كراهة. كل هذه نيات معتبرة، نوية رفع الحدث، نوية الطهارة للصلاة، نوية مفتقر إلى طهر وهكذا، أو الوضوء. لو نويت الوضوء فقط يكفي؟ نعم، لكن مكروه قيل خلاف الأولى. لماذا قلنا خلاف الأولى؟ لأن في من العلماء ما يقول لا تجزي نويت الوضوء فقط، بخلاف نية أداء فرض الوضوء فإنها تجزي بلا خلاف. أو نويت استباحة مفتقر إلى طهر، أو نويت استباحة مفتقر للوضوء يكفي. ليه؟ كمس المصحف وحمل المصحف هذا يفتقر إلى وضوء، صلاة طواف يفتقر إلى وضوء. نعم، أما ما يستحب له الوضوء ما يكفي نيته. مثال نويت الطهارة لتلاوة القرآن، يصح. ليه؟ لأن تلاوة القرآن تستباح بلا وضوء، ها؟ بخلاف الجنب ما استباح له، لو نواها صح، أما من عليه حدث أصغر يباح له قراءة القرآن بلا وضوء، صح؟ فلو نوى نية ما يستحب له الوضوء، نويت الطهارة لتلاوة القرآن مثال، نويت الطهارة لقراءة الحديث، نويت الطهارة للذكر،
هذا الطهارة له مستحبة ما هي واجبة، فما تجزي النية. لماذا؟ لأن هذه تلاوة القرآن، تلاوة الحديث، الذكر يستباح بلا وضوء ولا طهارة. نعم، فهنا تقول إنه يترفع الحدث إلا في العليل. من هو العليل؟ إما سلس البول أو مستحاضة. من هو العليل؟ من كان حدثه دائم مستمر، يسمونه دائم الحدث. هذا يقول نوية استباحة فرض الصلاة، نوية استباحة فرض الصلاة، ولا يقول نوية رفع الحدث، نوية الطهارة للصلاة ما يكفي. ليه؟ لأنك حدثك دائما أنت ماشي رفع، كيف رفع الحدث والبول يخرج منك؟ معروف السلسلة، السلسلة يعني يعصب وهذا، والبول يخرج منه وهو يتوضأ، كيف تقول رفع؟ ما في رفع. ايش تنوي؟ استباحة فرض الصلاة. هذه النية تكفي، نية استباحة في لمن؟ في العليل، في العليل اي المريض. ومن هو المراد به؟ دائم الحدث، سواء مستحاضة، سلس البول، سلس الريح او غير ذلك. متى وقت النية هذه؟ قال وتكون هذه عند غسل الوجه. وقت النية متى؟ عند غسل أول جزء مغسول من الوجه، فمتى اقترنت بجزء من الوجه كفت. هلا نعم. وما قرن النية هو أوله، لو ممكن أن نوى تطهر للصلاة هنا ما نوى، هذا ما أجزأ. ليه؟ لأنه غسلت بلا نية، النية محلها لا، هل قلبه تلفظ بها سنة. هلا فلو أنا استحضر النية، لما كنت هنا استحضر النية، إذن يجب إعادة هذا لأنك غسلته بلا نية، فهم؟ هكذا. نعم نعم. الأفضل متى؟ أنا يعني المتوضي عند غسل أول جزء ما غسل الطهارة للصلاة، يعني نية المعتبرة. أما النية المندوبة عند غسل لا الكفين، عندما يغسل الكف بسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي معنا تبين ذلك في السنن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نوية أداء سنن الوضوء، هذه نية عادها ما هي نية الوضوء، هذه نية مندوبة، هذه حتى تثاب على السنن التي تفعلها قبل غسل الوجه. نعم. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تغسل وجهك تأتي بالنية المعتبرة، نوية الطهارة للصلاة، نوية رفع الحدث، نوية أداء فرض الوضوء أو نحو ذلك، تأتي بالنية. نعم. ولا تنوي، أنا أقول نوية الطهارة عند غسل الوجه، إذا لمست شفتيك شيء من الماء بتفوت عليك سنة المضمرة إن شاء الله. ليه؟ لأن إذا جبت بنية معتبرة خلاص دخل وقت غسل الوجه. فهمت؟ أو إذا نويت الطهارة للصلاة عند غسل الكفين، إذا أنت مس شيء من الماء خلاص فاتتك سنية المضمرة سنة إن شاء الله. فلهذا لا تأتي بالنية المعتبرة عند غسل الكفين، لكن تأتي بنية سنن الوضوء، أداء سنن الوضوء. والنية المعتبرة متى؟ عند غسل أول جزء مغسول من الوجه، هذا النية واجبة استحضارها هنا. ثم استمرار النية إلى آخر الوضوء سنة، سنة ليس بواجب. نعم، تقدم معنا كذلك أن النية أحكام سبعة، صح؟ صح؟ نعم، فقلنا أحكام النية سبعة: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، شرط، ومقصود. هذه سبعة أحكام النية، صح؟ ولما تقدم معنا حقيقتها، إيه معنى حقيقتها؟ تعريفها لغة القصد وشرعا قصد الشيء مقتريا بفعله، وحكمها الوجوب، غالبا الوجوب، ما 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 ماشي نية ماشي وضوء، ماشي نية ماشي صلاة، الوجوب غالبا. نعم. محلها القلب كما قلنا، لو تلفظ بلسانه ولسانه غافل ما يكفي، بخلاف لو استحضر بقلبي ولا تلفظ بلسانه يجزي ذلك، لأن التلفظ سنة والاستحضار بالقلب واجب. لماذا سنة التلفظ؟ نواية الطهارة للصلاة. ليه؟ ليساعد اللسان القلب، شيء تتلفظه يسهل عليك استحضاره. نعم.
صح صلى وزمنها أول العبادات. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بالنية في الحج، فقاس العلماء بقية الأشياء عليه. لما سلم من ركعتي الإحرام نوال الحج، ألا في الحج وفي العمرة كذلك، رفع صوته. فهذه نية، الإحرام نية، فاستدلوا على بقية ذلك وأن التلفظ بحيث يسمع نفسه فقط، ما هو نية ترفع صوتك فوق، لا، بحيث تسمع نفسك ما تسمع منها. أنا بقول بكذا. نعم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشرع، فلما رفع صوته أخذت عنه النية وكيفية النية في الحج وفي العمرة. نعم نعم، فلم يترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم النية، فلهذا يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم نعم. بعضهم يشنع على من يقول التلفظ يا زنة، ايش هذا؟ ما ثبت. الحين ظهروا ناسه، اخذوا بظاهر قول ابن القيم، يقول لا لا لا، لا ثبت ذلك، موجود انه تلفظ بالنية في الحج، وقاس العلماء بقية الامور على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للإنكار على من يتلفظ بالنية. نعم. ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ محلها حقيقة حكم محل وزمن كيفية. أين زمنها؟ أول العبادات، إلا في الصوم. ليه قلنا في الصوم؟ لأن النية في الصوم حقيقة عزم، أقامه الشارع مقام النية. ألا فالنية في الصوم، قلنا في الصوم الواجب إيش من شرطها؟ التبيت. بل لو قارنت النية طلوع الفجر ما صح الصوم. من ليه؟ لأنه ما حصل التبيت. فإن شرط النية في الصوم إيقاعها في جزء من الليل. نعم فهمت. هنا مستثنى من الاقتران، في الحقيقة ليس مستثنى، لأن في الحقيقة النية مقترنة، قصد شيء مقترنة بفعله. في الحقيقة هذه النية في الصوم إيش؟ عزم، أقامه الشارع مقام النية. هلا، وهذا الذي ذكره الإمام الباجوري في حاشيته هناك. نعم. طيب، حقيقة حكم محل وزمن، قلنا يعني زمنها أول العبادات، كذلك في الزكاة. لا يشترط نية الزكاة مقولة بالدفع، هذه الزكاة، هذه الزكاة مال، نويت هذا، هذه زكاة مالي، كم من زكاة؟ 100 مليون، هذه زكاة مالي نويتها. هل يشترط أن تنوي عند الدفع؟ لا، يكفي عند العزل، فلو أعطيت بعد ذلك بانية يكفي. فهمت؟ لا يشترط ذلك. فهمت؟ لو عزلت الزكاة، هذه 100 مليون زكاة، نويت هذه زكاة مالي، أو في زكاة الفطر، هذا الطعام هذا الرز، نويت هذه زكاة بدلا عن نفسي عن زوجتي عن ابني، عزلتها كذا نويتها، بعد أن أخرجت وزعوا الزكاة، يكفي يكفي يكفي، ما عاد يحتاج إلى نية عند التفرقة، لكن يندب خروجا من الخلاف. هذا إذا وجدت نية يكفي ذلك. تمام. كذلك في الأضحية، الأضحية أنا نويت بأضحي، اشتريتها نويت سنة أضحية، هذه إن شاء الله بذبحها نهار سنة أضحية، بعد ذلك سافرنا وذبحوها، خلاص النية موجودة، ما اقترنت عند الذبح، لكن سنة عند الذبح نويت هذه سنة أضحية لله تعالى. فالأضحية ما يشترط أن يكون أن تكون النية مقترنة كذلك، فلو سبقت النية ثم ذبحت غير مستحضر النية كذلك أجزأت. هلا، كما الزكاة، هلا عند عزلتك أو عندما أعطيت الوكيل، أنا معي زكاة بتفرق، أنت أعطيتك وأنت وكيلي تفرق بلا نية، يكفي يكفي، لكن سنة خروج من الخلاف كما قلنا. تمام. نعم فهمت كيف؟ هذه مسألة منصوص عليها في كتب الفقه.
نص عليها شطاء عندكم في فتح المعين، حاشية شطاء على فتح المعين. النية في الصوم قلنا لابد أن تبيت، شرط النية تبيت، حقيقتها عزم. قال الإمام الباجوري عزم أقام وشعر مقام النية. ليه؟ لأن النية قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، هنا لا، لو قرن أنت بطلوع الفجر ما صحت أصلا. فهمت؟ فحقيقة النية في الصوم إيش؟ عزم أقام وشعر مقام النية. إذ لو حاولت أن تقرن النية بطلوع الفجر ولم تنوي ولم تبيتها لم تصح كما تقدم معنا. فهم؟ ها؟ حقيقة حكم محل وزمن، زمنه أول العبادات كما قلنا. حقيقة حكم محل وزمن، إيش بعد؟ حقيقة حكم محل وزمن، كيفية، إيش كيفية النية؟ تختلف باختلاف من؟ عرفت؟ تختلف باختلاف من؟ كيف ذا؟ محلها القلب، زمنها أول العبادات. كيفيتها تختلف هنا، نويت الطهارة للصلاة، نويت أداء فرض في الوضوء، لكن لكذا بتصلي تقول نويت الطهارة للصلاة. تقول صلي فرض الظهر، إذا تختلف باختلاف المنوي، إذا كان المنوي صلاة صلاة، المنوي وضوء وضوء، المنوي غسل غسل، المنوي زكاة، وهكذا تختلف باختلاف المنوي. ألا نعم، حقيقة حكم حل وزمن، كيفية تكتب ثلاث منوي، كيفية شرط، شرط النية، لابد يجيب شرط النية، إذا ما شيء شروط للنية ما يصح. إيش شروط النية؟ إسلام الناوي، لو كان كافر نوى ما يصح، فلهذا لو صلى ما صح صلاته، لأنه من أركان صلاة النية، توضأ ما صح وضوء، لو عليه جنابة أجنبة وهو كافر واغتسل ما يصح، لابد يعيد الغسل. لماذا؟ اغتسل، لكن اغتسل ومن أركان الغسل النية، والنية شرطها شرطها الإسلام، إلا في مسألة واحدة، إذا تزوج مسلم كتابية بشروط طبعا في باب النكاح ذكروها صح، يصح كتابية، أما كتابية في إندونيسيا ما يصح بالكلية، لأن كل النصارى في إندونيسيا دخلوا الإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما تحل لنا مناكحة من دخل الإسلام بعد بعثة النبي محمد، ونصارى إندونيسيا كلهم دخلوا الإسلام المسيحية بعد بعثة النبي محمد، إذن لا تحل لنا مناكحتهم ولا تحل لنا ذبائحهم. فهمت؟ هذه إذا كانت كتابية وهي دخل أهلها دخلوا في المسيحية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجها هذا المسلم الآن حاضت، بعد ما حاضت طهرت من الحيض، بيجامعها زوجها وهي في غسل وتغتسل له، يصح غسلها لتحل لحليلها المسلم أو سيدها المسلم، لتحل حليلها المسلم يصح، وهي كافرة يصح، ويحل له وطؤها، مستثنى بس الكتابية إذا اغتسلت لتحل حليلها المسلم. إسلام الناوي تمييز، لابد يكون مميز، واحد بلا تمييز من المميز؟ من هو المميز؟ من هو المميز؟ أي من يأكل ويشرب ويستنجي؟ الواحد سنديري مكان سنديري سنجا وكذا، هذا بلا تمييز ما تصح النية إلا في مسألة، إلا في إيش؟ في إيش؟ وضوء الصبي غير المميز في النسك، هذا بيطوف لابد من وضوء، لا من بيوضيه؟ وليه، من بينوي؟ وليه غير مميز، مستثنى، هذا مستثنى، ينوي عنه وليه. كذلك إذا كان رجل يعني زوجته مجنونة فبيغسلها من الجنابة، ينوي عنها الزوج، طاهر
طهرت من الحيض المجنونة وزوجها بقرة، إيش بيسوي؟ فتغتسل ماشي تمييز. هل المجنون مميز؟ لا، خريب الصبي غير مميز المجنون، هذا بلا تمييز. فإذا أراد أن تحل حليلها أي لزوجها هذه المجنونة تغتسل وينوي عنها زوجها رفع حدث الحيض، قرر ينوب عنها بس في هذه المسألة بس، ما يقاس عليها مسألة إسلام النووي وتمييزه والعلم بالمنوي. فلو إنسان جاهل يصح تعرف الوضوء أنت ما تعرفه، أنا بنوي الوضوء بينوي الصلاة وما يعرف الركوع ولا السجود ولا يعرف أركان الصلاة يصح، أنت اتبع عن حبس اتبع، كما الآن يروح الحج ما يعرف أركان الحج ولا واجبات الحج، يقول أنا بشوف الناس يسوون إيش بسوي كمام، ما يصح إحرامك، لابد العلم بالكيفية أول تعلمها في كم دقائق بس تعلمها، فلا تدخل في عبادة إلا وأنت على الكيفية. من شروط النية العلم بالكيفية، العلم بالمنوي. الشرط الرابع عدم الإتيان بما ينافيها، عدم الإتيان ينافيها، أنت الآن تبول وتتوضأ صح وضوءك هذا ينافيها، أو صارف عن النية صرفته لشيء آخر ما يصح، نوى مجرد التبرد، أما نوى الطهارة للصلاة ونوى التبرد يصح، لكن أجره ينقص يصح، لكن أجره ينقص. السلام النووي وتمييزه وعلم المنوي، وعلم المنوي عدم الإتيان بما ينافيها يسمونه هنا عدم الإتيان بما ينافيها، وعدم الإتيان بما ينافيها يسمونها عدم الإتيان بما ينافيها. الجزم كذلك من شروط النية الجزم، فلو علق النية ما يصح، أرى نويت الوضوء إن شاء الله يصح، أو إذا جاء أو نحو ذلك ما يصح، أنك علقت النية لابد الجزم بالنية. نعم إذا قصد مجرد إن شاء الله التبرك صح، أرى أن أتعلق النية بمجيء زيد إن جاء زيد أو إن شاء زيد أو نحو ذلك ما يصح لابد. والشرط السادس والشرط السادس هذا اللي كما قلنا أن لا يعلقها وعدم تعليقها، هذا شرط واحد، أي هذا شرط واحد قلنا. الشرط السادس تحقق المقتضي إن بان الحال، فلو أنت مثال يعني الآن أنت متوضي ولا لا؟ الله أنا متوضي بس شك أنا داري شيء خري مني حدث ولا لا؟ أو كان أحسن احتياط أحسن بقوم بتوضأ أحسن، ها؟ فقمت توضيت، فبعد ما توضأت تذكرت أنني قبل الوضوء كنت محدث، هل ينفعني هذا الوضوء؟ لا ما ينفع. ليه؟ لأنك عند الوضوء الاحتياط هذا أنت غير متيقن الحدث إن بان الحال طبعا، فهمت؟ فلهذا ما نفعك هذا الوضوء إذا أنت شاك، أما بتجدد الوضوء أنا متيقن الوضوء بجدده هذا تجديد هذا، بخلاف أنا لا شاك، أنا توضيت عندي حدث ولا لا؟ كيف احتاط أحسن؟ ثم تبين أني محدث هل ينفعني هذا الوضوء المعتاد؟ لا. ليه؟ لأنه من شروط النية تحقق المقتضي للوضوء وهو الحدث إن بان الحال، وأما إذا ما بان الحال فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة، فهمت؟ حقيقة حكم محل وزمن كيفية وشرط، شروط النية هذه ست عرفناها كيفية وشرط ومقصود حسن. إيش مقصود النية؟ تمييز العادة عن العبادة، هذا غسل للتبرد، هذا غسل العبادة، وتمييز مراتب العبادة، هذا غسل الجنابة، وهذا غسل سنة غسل الجمعة،
تميز مراتب العبادة، تمييز العادة عن العبادة، وتمييز مراتب مراتب العبادة. تمام. نعم. هذه أحكام النية سبعة. أهلاً. هذه أحكام النية سبعة. في سؤال؟ ها؟ في سؤال؟ هذه احفظها خلاص. شو بقى تتكرر معك في كثير من الكتب. من الآن احفظها على طول. ما عادش حيتعب نفسك. إسلام النية هذه كم مرة نحن نكرر الشرط؟ إسلام النار، تمييز وعلف بالمنوي، وتحقق المقدمين بالهال. نعم عاد شرط ما جبناه، القدرة على المنوي. وماذا ما عندك قدرة على المنوي؟ ما يصح، لابد عندك قدرة. وعدم الاتيان بما ينافيها، يسمونه هذا. ومسود حسن، أما حسن هذا تمام البيت. حسن تمام البيت. ومقصود حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حسن تمام البيت يعني. نعم. كيف؟ تفضل. النية نتكلم عليها الفقهاء من هذه الناحية، الفقهاء. النية يتكلم عليها ساداتنا سادات العلماء أهل التصوف. من ناحية أخرى. إيش؟ من ناحية إيش؟ من ناحية إخلاصها لله، من ناحية من نواحي أخرى. إيش السبب الذي جعلك تحضر هذا المجلس؟ إيش نيتك؟ نيتك يعني من شأن الناس ولا لله؟ من شأن بغيت ثناء ولا بغيت طاعة لله؟ يتكلمون على النية ومراتبها وإخلاصها هنا الفقهاء في أحكامها، وسط أهل التصوف في إخلاصها لله سبحانه وتعالى. فهمت؟ فالكلام على النية من شقين، وساداتنا آل بعلوي يجمعون عند الكلام على النية بين الشقين، لأن معاهدهم وأربطتهم بنيت على الفقهين، مبنية على الفقهين، فلهذا كانت معاهدهم أحسن المعاهد، ومدارسهم أحسن المدارس، كجناحي الطائر، فقه الظاهر فقه الباطن، علم الظاهر علم الباطن، فيمشي سما سما، تزكية مع التعليم، تربية مع التعلم مع هذا، فلهذا فاقوا على غيرهم، وطلبتهم فاقوا على طلبة غيرهم، فيأتي بعد ذلك بعد التزكية يأتي العلم، فيشرق في القلب نور. نور، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ألا أرسل النبي محمد، قال ليزكيهم ويعلمهم الكتاب، ما قال ليعلمهم ويزكيهم. فإذا قدم التزكية، ما هي التزكية؟ إيش التزكية؟ التربية. إيش التزكية؟ التخلية والتحلية. قال ويعلمهم الكتاب بعد. فإذا حصلت التزكية والتخلية والتحلية ثم جاء العلم وطالعنا العلم وقرأناه، أشرق العلم في القلب نور، خلاص جاهي. ها جاهي جاهي جاهي، لأن العلم أصل نوره ما يتأتأ. فتشوف هذا سنتري، هذا ألمني لكنه مظلم، قلبه مظلم. ليه؟ لأنه ما تزكى، مسكين هذا، جنى عليه والده وجنت عليه أمه، وجنى عليه أستاذه كذلك، أستاذه جنى عليه، ظالم. ليش مسكين؟ ليش ألمني ظلمة؟ ما يتأتى يكون سنتري ظلمة، طالب علم ظلمة، هل يتأتى هذا؟ يتأتى، لأن ما في تربية من البداية. أرون متى أنت؟ هو أنا يا أخي، أنا الآن تخرجت من المعهد، عاد حفظ ظلمة. اقبل بقلب صافي، اقبل على أستاذ حاذق، على شيخ مربي، لكن بقلب كقلب الطفل الصغير، يمكن تصريحك الآن. أما لا، بتقبل بقلب ألمني مثل ألمني المتكبرين هؤلاء، ما بس ما ينفع معك. الغسل بقالك حتى بالصابون ما بينفع. ماشي، اقبل بقلب طفل عاد، ما يعرف الحقد ولا الحسد ولا يعرف الكبر ولا الغرور ولا العجب، واقبل على الشيخ هذا، بايت صفة على طول، بترجع
سيرفيس سيرفيس هلا بتفتح صفحه جديده. لكن لا تقبل انا خلاص كنا ألمني انا استاذ ما ها ما بتنتفع. فهو العلاج بسيط ها العلاج بسيط لان الانسان قد يعني تمر عليه ايام الصغر ولا يجد من يربي من يزكي. لكن اهم شيء انك تفهم، ما هو كل يوم تعليم. انا علمتك مساله هذه ونصحتك في مساله خلاص تمسك عليها تعض عليها بالنواجذ. ما هو كل يوم تعليمه تعليم مره وانت تفهم ان هذا كذا كذا خلاص كل مره بكر عليك. هذا بعضهم كمان بعضهم اشد غباوه من الحمار، تعلمه مره ماشي فايده، ثاني مره ماشي فايده، تقول لا تفعل كذا ماشي فايده. الحمار لو علمته الطريق ثلاث مرات ثم طرحت المتاع على ظهره يذهب للبيت خلاص يعرف الطريق حق البيت. بعضهم اشد يعني بلاده من الحمار. اذا كنت تتزكى كل يوم بتعمل كل يوم بتتخلى اليوم عن ذا يوم كذا. وكلنا ولا احنا ولا نحن معصومين، كلنا قد اخطانا كلنا قد اخطانا هلا كلنا اخطانا لكن تداركنا الخطا خلاص. ليس عيب ان تغلط، ليس عيب ان تخطئ، العيب انك تكرر الخطا، العيب انك تستلذ الخطا. هذا العيب. اما الغلط كلنا نغلط، لكن كما قال كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يتوب يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة، يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا، يوفقنا لفعل الخير ويجنبنا كل الشر وكل الضير. بجاه النبي محمد الذي جاءنا بالخير، إنه على ما يشاء قدير بجبد الجزيل، وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضالين آمين. صلي وسلم على سيدنا ربنا تقبل ما تبارك علينا كلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.